لا تكاد تمر بشارع من شوارع العاصمة إلا وتجذبك المطاعم الكثيرة للأكل السريع، تلك الحشود الكبيرة والطوابير الطويلة للمواطنين الذين يقفون أمام محلات الأكل الخفيف، حتى أنها أصبحت جزءا من روتينهم اليومي. ملء البطون بما لذ وطاب، حتى وإن كان وراء هذه اللذة طعام فاسد قد يقود صاحبه إلى أقرب مستشفى. كلا فاست فود ومرض. ومرض دواء للسبيطار وتوكسيكاسيون في ليستومات يعني. ناكل من داك نخرج من المسجد ناكل من داك تتحتم باش تاكلي. فهمتي؟ هي لي فاست فود مليحة للزوال كي فهمتني؟ كفة المواطن منعدمة في ظل المغريات المتنوعة التي تقدمها هذه المحلات بكل أنواعها وأشكالها الشهية وألوانها وأذواقها المميزة التي تسيل اللعاب. وي كامافلي ويسلكو برك. يسلكوا يا الغاشي اللي هنايا بصح هما يسلكوا ما اللي كيديو برك. واحد كليت عنده في ميسوني كازا ستروف عفن تي بي با تي ماجيني بطاطا داخل واحد الباسينه مدوده بلوس وين يقلي تاني كحله كازا ستروف كاين تاني نعرفهم دي كازا ستروف هنايا في الفيزا بصح وكاين اللي ملاح من داك تدخل لي فاست فود تلقاي عفسه هكذايا نورمال تقدر تضربي تلقاي سبك في لافايونس تلقاي لي ديكافار في القاعه سا ديبون. رحت كاين بزاف لي فاست فود هنا باب الواد وفي التقريب كاع كليت عندهم. عندي هذا لا بيرل ثاني ناكل عنده وكاين واحد هنا لتحتها اللي بيان. يبقى هذا النوع من الاطعمه مجهول المكونات وبالتالي يمثل خطرا على صحه الانسان، وتبقى ثقافه الاكل الصحي عاملا اساسيا في حياتنا ويبقى المستهلك مسؤولا.